عليكم، مسيتم بالخير. تونس نجمة شمال افريقيا، تونس الخضراء، تونس ارض قرطاج، تونس الجميلة. اول من بنزور فيها ابن خلدون، عالم المسلمين، عالم ومؤسس علم الاجتماع. في هذا البيت الصغير ولد عالم الاجتماع ابن خلدون. اجداده كانوا ساكنين في الاندلس. في الاندلس كانوا من باب التعظيم يزيدون حرف الواو والنون على الاسم فيتعظم. ابن خلدون نسب الى جده خالد، فسمي ابن خلدون نسبة الى جده خالد من باب التعظيم. بعد سقوط مدينة اشبيليا في يد القشتاليين هاجروا الحفصيين الى تونس، وهاجرت معهم عائلة ابن خلدون واستقروا في هالبيت ولد عالمنا ابن خلدون. اذا بغيت تنصف شخص اسمع من الطرف الثاني. يقول عالم ومؤرخ انجليزي اسمه تمبل، يقول عن ابن خلدون انه كتب كتاب، بتجيكم سالفة الكتاب الحين، يقول انه كتب كتاب ما انتجت البشرية مثله. محتوى الكتاب اللي في الكتاب عقل بشري ما يكتبه. ألف ابن خلدون موسوعة ومجلدات تسمى العبر، مقدمتها لحالها 700 صفحة. هالمقدمة ترجمت لأكثر من 150 لغة في العالم. إذا دل ذا على شيء فإنه يدل على عظمة هالمقدمة، مقدمة ابن خلدون. خلدون يقول المجتمعات يأثر فيها أكلها. العرب أكلوا لحم الجمال فاستمدوا من لحم الجمال الغيرة والغلظة، أما الأتراك أكلوا لحم الفرس فاستمدوا منها القوة والشراسة، والزنوج أكلوا لحم اللي في أفريقيا ترى كانوا يأكلوا لحم القرود، فيقول الزنوج أكلوا لحم القردة فحبوا الطرب والرقص. جنب بيت ابن خلدون الجامع اللي درس وأسس نفسه فيه، هذا الجامع اللي درس فيه عبد الرحمن بن خلدون، طبعا مسكر يفتح أوقات الصلاة. بس ما كان ابن خلدون عالم فقط، كان رحالة، كان يجوب الأرض وينثر علمه ويكسب العلم. اتجه ابن خلدون مرة من المرات للأندلس، وكان في زمن محمد ابن الأحمر. في الوقت ذاك كان ابن الخطيب أو لسان الدين ابن الخطيب وزير في دولة بنو الأحمر، فقابلوا بالحفاوه، عارفين من اللي جايهم، عارفين القامه اللي جايتهم، قابلوا في غرناطه بالحفاوه والترحيب. زياده عن الترحيب والحفاوه، في غرناطه ابن خلدون اصبح سفير الملك غرناطه محمد بن الاحمر، ارسله الى ملك قشتاله ليوقع عهدنه. ملك قشتاله في ذاك الوقت كان في مدينه اشبيليا، كانوا ساكنين مدينه اشبيليا. فلما شاف ابن خلدون ذكاء وفطنته علمه الغزير، قال انا ما تقعد عندي واعطيك مزارع اهلك. مزرعه ابن خلدون قد صورناها كانكم تذكرون. قال اقعد عندي واعطيك مزارع اهلك واعطيك حلال ومال، بس اجلس عندي. ما يبي يفرط في ابن خلدون لانه عارف ان فرط به هذا عقل دايه. لما خلص مهمته ابن خلدون ورجع إلى مملكة غرناطة أرض المسلمين في ذاك الوقت، قال له ملك غرناطة ابن الأحمر اجلس عندي. اجلس يا رجال، هذا أنت سفير وبحطك وزير وبعطيك راضي وحلال ومال، بس اجلس. جلس وسكن في مدينة غرناطة إلى فترة، ثم بدت بينه وبين لسان الدين بن الخطيب مثل ما تقول حزازيات. لسان الدين بن الخطيب وزير ملك غرناطة، فلحل الغيرة قوته، وبدت الدسائس بينهم. ويوم شاف ابن خلدون لأن الأمور ماش رجع إلى أرض المغرب. خلدون يوم أنه رجع من الأندلس عزم على ترك السياسة واستقر في مدينة بجاية في الجزائر، وكتب كتابة فيها أو مؤلفات العبر في ذاك الزمان اللي منها المقدمة. ترى المقدمة قسم من كتاب أو مؤلفات كثيرة. بعد ما انتهى منها ضاع صيت ابن خلدون في العالم ذا كله، وراسله أمير الحفصيين كانوا في تونس. قال انت ولدنا ارجع عندنا، وهذه وزارة وهذا مال وهذا اللي تبي،
رجع ابن خلدون وصار وزير للحفصيين في تونس. رجع إلى تونس كان الفقيه فيها شيخ يسمى بن عرفة. بن عرفة كان يسوي حلقات دروس والناس تجتمع عليه وتأخذ منه العلم، ولا ويجونه من برا تونس عشان يأخذون العلم منه. ابن خلدون رجع وطلبوا منه يسوي حلقات يدرس فيها العالم، درس فيها العلم اللي كسبها السنين ذي كلها من المغرب وغرب المغرب ومن الأندلس. فبدأ يدرس العالم في تونس، إلا أن طلاب بن عرفة سحبوا عليه وراحوا الحلقات بن خلدون. فحزت في نفس بن عرفة وبدت الدسائس بينهم وبدت أمور السياسة. إذا بن عرفة والحاشية اللي حول أمير تونس الحفصي في ذاك الزمان يفسدون على بن خلدون لعلها الغيرة يا شباب. فأخذ عفشة بن خلدون وقال للأمير اسمح لي بالحج، طلع من تونس. كانت ذيك هي آخر عهده ببلده تونس، وراح لمصر. سفينة بن خلدون في الإسكندرية، يوم وصل الإسكندرية ولا قافلة الحجاج مشت وخلته، فراح إلى القاهرة واستقبلوه أهل القاهرة بالترحيب. عظم شأنه في القاهرة ورشح للإقراء في الأزهر، غير أنه تولى منصب قاضي المالكية، يعتبر ذاك المنصب ذاك الزمان رابع أعلى منصب في الدولة. استمر بن خلدون في ظل دولة المماليك في مصر مدة طويلة، لأن المغول وعلى رأسهم تيمور لينك غزوا الشام وسقطت من دولة المماليك. كانت قصة بن خلدون باختصار. بن خلدون نجا بعجوبة من أيدي تيمور لينك. تيمور لينك هذا كان قائد المغول اللي غزوا الشام في ذاك الوقت، لأنه قابله وجه لوجه، وكان تيمور لينك سعادته يقتل العلماء والأطباء واللي عندهم علم. جامع بن خلدون في محل كتب. اسمعني اتكلم عن بن خلدون. بن خلدون يا اهلا هذا شنو اسم يوميات المختصر من حياه ابن خلدون في تونس والمغرب والاندلس والمشرق. سبحان الله، هذه الرسومات رسمها نعم عبد الرحمن بن خلدون بنفسه. يقول من هذا؟ أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري من رسمه؟ أبو العلاء المعري بريشت من؟ جبران خليل جبران.